نحن هنا لكي نقدم لكم ضيفا من ضيوف هذه المدينة. الأمر يتعلق بالأستاذ محمد المراني، عالم من علماء هذه المدينة، بدوره سيتحدث لنا عن تازة. إقليم تازة من الناحية التراثية حسب الأبحاث التي بين أيدي الآن، وجدت أن إقليم تازة في مختلف العصور أنجب عددا كبيرا من الفقهاء والمفتين وأكابر المقرئين ورجال التصوف الكبار، بل ونجد بعض الشخصيات تنتمي إلى إقليم تازة لها باع كبير في علم الفلك، وهذا يشرف المدينة. ومع الأسف أن هذا التراث المتنوع لم يطبع منه إلا القليل جدا. من ذلك على سبيل المثال الكتاب من أحد المؤلفات الذي ألفت حول أعلام إقليم تازة، وهو ابن بري التازي إمام القراء المغاربة. هذا ابن بري له منظومة في علم القراءات والتجويد، وكانت مشهورة دراستها، كانت مشهورة في عهد الدولة المرينية. درست هذه المنظومة المسمى الدرة اللوامع في مقرأ الإمام نافع، درست في تونس وفي الأندلس وفي المغرب. الشخصيات التازية، بعض الشخصيات التازية من أعلام إقليم تازة، كان نشاطهم العلمي والثقافي بل والسياسي خارج الإقليم. هناك إبراهيم التازي التسولي، كان سفيرا لأبي الحسن المريني،